حدا عم بيسمعنا؟ أكيد ما رح يسمعونا من هون. معك حق. طيب والعماد؟ ألو يا نديم، وين السكيورتي؟ الآن أنا بالأسانسير البانورامي، أجيب الشباب تعوا دغري. يلا عم استناك. يلا أوكي يلا. يا الله راحت من عندي التغطية. الموبايل فيه شحطتين إذا بتحبي تحكي مع حدا. عن جد؟ إي طبعا. يعني إذا ما في أسئلة؟ لا لا أكيد لا، تفضل. ما حدا عم بيرد. معلي اعمل تليفون ثاني؟ اكيد طبعا، تفضلي. شكرا. رح موت من وجع بطني. يعني ميديا شو قاعده تتريين؟ سيري الحمام. أكثر سائرة على الحمام 10 مرات وما كان يمشي الحمام. إيه ليكون بدي غسيل معدن. طيب ببعت لك حماية روجة على الوجع والكالوريات اللي طعماني إياهم، إذا بضل بالنادي من يوم لبكره ما رح أحرقهم. دخليك ليش هيك عم بيتصرف معك هو؟ سموحه شو حبيبي؟ أعطيني كلينكس بشرفك. إيه تكرمي. لأنه لاقيه مؤطفر، بس يا أنا يا هو وحياتك، بدي أعمل هذا الإعلان وكلفني حياتي. هذا رقم برايفت. سموحه حبيبي قربيني شوي. إيه تكرمي. الو ليك ردت. الو ليان، عم تسمعيني؟ نور انت من وين متصله؟ اي حبيبتي عم بقطع التليفون، انا عم بحكي من الاسانسير. ما سمعت شي، قطع الصوت. علقانه بالاسانسير، علقانه بالاسانسير، فهمانه؟ ما عادين علي. شو شادي؟ منو ها بعد؟ ايه لاني علقانه بالاسانسير. ما اسمع ولا شيء. الو اعطيني نانا. شو نريمان؟ هي لحظه لحظه لحظه، اصبري انت بعد. الو ايه نور؟ شو ما هاني حي على الآن بالأسانسير مع هادي نحلة؟ شو؟ نور أنت على الآن بالأسانسير مع هادي نحلة؟ لك اسأليها اسأليها، صحيح هو متجوز بالسر من هاي المصرية؟ قال أنت قصدي هو متجوز بالسر من هاي المصرية؟ إيه متجوز، لأنه أنا بعرف الممثلة.